جالي بعد 10 سنين من الجواز. لما جالي عرفت ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني هو ربنا اداهولي الحمد لله رب العالمين. طول فتره حمل الاول وانا شايفه الولد اتداون في الشارع قدام عينيا، لدرجه كنت سالت بابا كذا مره، يعني انا مش عارفه ازاي اهاليهم بيتعاملوا معاهم، يعني ازاي كده هوت. قال لي زي ما ربنا خلق امر اللي خلق دوت خلق ده. يعني بدأنا بقى علاج طبيعي، تنميه قدرات، بدأنا معاه الحمد لله رب العالمين. احنا كان ما رحت وديته عشان اخد ادله حتى تخاطب معاهم 3 شهور، قالت لي لسه صغير، والحمد لله رب العالمين ربنا كان موقف لنا اولاد الحلال في تنميه القدرات، علاج الطبيعي، التخاطب، في المشي الحمد لله رب العالمين. عمر مشي 1 سنة و3 شهور. كنت ساعات بيجيلي طبعا حاله احباط وحاله عارفه يعني خلاص زهقتي، يعني ما مش شايفه فيه تقدم. التقدم بيبقى بسيط قوي 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 في الاول، مش بتشوفي ثمرة تعبك في الاول على طول، لا بقى قدام شويه بدات تشوفيها شويه 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 بتكبر معاكي الحمد لله، بتديكي حافز انك تقدري تكملي. بدانا نخش بقى في حكايه الرياضه من 4 سنين رياضه. بدأنا الأول نخش في السباحة عشان خاطر الأطراف وعشان خاطر إشارات للمخ تبقى كويسة. بدأنا بقى كده نخش في الجري. الحمد لله وصلنا لمراحل دخلنا أندية كتير ولعبنا مع ناس كتيرة جدا. إن بدأ بابا كان طول الوقت كان مسافر، رجع بابا يعني قال لازم يعني يبقى في حاجة يعني أعملها له كده. هو بدأ إن هو يعلمه الشمع. بالنسبة لموضوع الشمع ده، يعني فكرته بدأت معايا لما قرب يخلص التدريب المهني. فكرت ايه المشروع المناسب ليه، وعمر ملول بيمل بسرعه، فطبعا غير كده مش هينفع ينزل اي مكان يشتغل فيه، فكان لابد من مشروع خاص بيه هو يقوم بيه حسب امكانياته يقدر يقوم بيها بنفسه. فما كانش في قدامي الشمع، انا من زمان كنت اعمل الشمع كده تسلي في البيت بس. فخطر في بالي الفكره الشمع، حاجه بسيطه جدا، ما فيهاش حاجه بتبوظ، ما فيش حاجه بتتلف، ما فيش حاجه ليها صلاحية، ما عادي يعني في حاجة بسيطة جدا. وكل ما في أمر إن الشمع مثلا بيتسيح على درجة حرارة معينة ويتصب في قلب وينتهي الموضوع. عمر بيتعلم بالمتابعة. احنا كنا بنحارب عشان خاطر الناس تعرفهم، كنت اروح اي مكان انا لازم اثبت وجوده فيه انه حقه زي وزي زيك زي اي حد تاني، ان هو من حقه يشارك، ان هو مواطن، انا لازم اثبته. انا ما كنتش مخبيه، لا من ساعة واتولد وأنا طول النهار، ما كنت بمعنى أصحى طول النهار كنت في الشارع طول النهار. كل بطولات اللي شاركنا فيها بطولات الجمهورية لألعاب القوى تبع الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، بطولة الجمهورية وبطولة كاس مصر، والحمد لله وصلنا لغاية التميز. أخد شهادات تقدير في كل حاجة الحمد لله، يعني في الفن في كل حاجة. كل الحاجات دي كلها البطولات دي كلها كان وقت برضو المدرسة. خدنا إعدادية دمج، بعد الإعدادية دمج دخلت إعداد مهني. الاعداد المهني دوت كان في المركز بتاعه اللي هو فيه كان علموه شويه خرز وكده. بدات ان انا طب ليه انا ما اتوسعش معاه واعمله الحاجات دي كلها كده. هو بدانا نجيب انا اشتري الخرز انا من عندي واعمله احط له مثلا حاجه، لا طب انت ايه رايك انت لو عملنا دي. بدانا نفرجه على صور كتير، او بدا هو يركز في دماغه ويشتغل هو على الحاجه دي كلها. شارك في معرض ديارنا اللي اتعمل السنه اللي فاتت قبل جائحه كورونا، واشترك قريب في معرض تراثنا الاخير دوت، وقبل منه في معرض اهل المدارس، وفي معرضين اتعملوا في جاليري لمسات، وفي معرض اتعمل في دار الحرس حرس الحدود ونادي تبع نادي الشرطه. ان شاء الله ربنا يكرمه ويستمر في المجال ده ويبدع فيه، وناس تحس بالابداع بتاعه والتفكير بتاعه. باذن الله ربنا يكرمه ويخش المنتخب كده ونشوفه بقى منطلق العالميه. انا من 20 سنه ورياضه كتير، مسؤولات كتير، والحاجات كتير. الحاجات من هنا لهنا لهنا هوت، من اي مركز ده المركز دوت للمكان دوت عشان خاطر الناس تتعرف عليهم. والحمد لله من ساعه ما الرئيس قال ان هو دوت انه عام 2018 دوت عامل الاحتياجات الخاصه وتعمل لهم حفله قادرون باختلاف، هو عمر شارك في الديفيلي فيها. الناس بدات ان هو لا الحفلات والرئيس بيحضرها، لا الناس بدات كلها بداوا بمعنى اصح ان هم يتخطفوهم بمعنى اصح ويشوفوا انجازاتهم، لان كل الولاد بدون استثناء، مش ابني بس، لا كل الولاد، ولاد وبنات جميع الاعمار محققين ارقام هايله 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 في البطولات. والحمد لله رب العالمين، لا في ناس كتيره قوي وقفت في المجال دوت كتيره جدا جدا جدا. كل واحد بقى عنده جمعيه بقى يستثمر الاولاد دول في الاستعراضات ويقدمهم للناس ويقدمهم لكل حاجه. الولاد نفسها تبقى فرحانه جدا ان الناس كلها عرفتهم بتسقف لهم.
كله ستات يعني. الستات كلهم الأمهات. يا عمر يا عمر. كلهم كانوا بيشجعوك صح؟ كانوا بيشجعوك ازاي بقى كلهم؟ زي الناس يعني. زي الناس ازاي يعني؟